جدا للي اصيبوا بكورونا. في كل الاحوال معايا الاستاذ الدكتور اشرف الفقي استشاري الابحاث الاكلينيكيه بواشنطن معانا زوم. دكتور اشرف اهلا وسهلا بيك. اهلا يا سيد بيه، اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ وحشتنا يا دكتور. متشكر يا فندم، متشكر. ايه الحكايه بقى يا فندم حوالين الصحه العالميه واللي بقى فيه لقاح لجدري القرود والاطفال والمراهقين؟ ايوه فعلا، هو اولا وكالة سلامة الدواء الأمريكية أو الـ FDA وافقت على لقاح جدري القرود ده منذ أكثر من سنتين، يعني قبل ما يبقى الوضع كما هو الآن في الكونغو وبعض الجمهوريات جنوب خط الاستواء في أفريقيا، وكذلك منظمة الدواء الأوروبية. ولكن الجديد أنه منظمة الصحة العالمية أيضاً وافقت على هذا اللقاح، وهو لقاح من انتاج شركه دنماركيه. وفي الفتره الاخيره هذه الشركه عملت تجارب سريريه على المراهقين من سن 12 ل 17 سنه، وتمت الموافقه على اللقاح ده في هذه الشريحه العمريه، لانه يعني ما يطلق عليه السلامه والكفاءه بتاعت اللقاح في هذه الشريحة العمرية كانت مقبولة ولا تختلف عن الكبار فوق سن 18 سنة. واحد هيسأل يقول طب يعني موافقة منظمة الصحة العالمية بتضيف ايه طالما هيئة سلامة الدواء في امريكا وهيئة سلامة الدواء في الاتحاد الاوروبي اوريدي موافقين؟ وهو انه للامور اللي بتتعلق بالدول المدرجة كدول ذات دخل منخفض او متوسط، ومعظم الدول جنوب خط الاستواء في افريقيا هكذا، وبعض دول جنوب غرب اسيا وخلافه، التسميه دي من هيئه الامم المتحده او منظمه الصحه العالميه بتسهل شويه مساله التوريد والتصنيع بتاعت هذه اللقاحات، لانه طبعا مظلتهم اشمل من هيئه سلامه الدواء الامريكيه او الاتحاد الاوروبي اللي بتشمل امريكا والاتحاد الاوروبي. طيب دكتور، بالنسبه لهذا اللقاح هل بيتاخد لما تبقى فيه الأزمة أو موجود، ولا بيتاخد تحوطا زي أي لقاح تاني بنديه لأطفالنا وكده؟ هل اللقاح ده مرتبط بحدوث أزمة، ولا بيتاخد عادي علشان يحمي الناس تحوطا كاللقاية؟ ده لقاح بيتاخد تحوطا للناس الأصحاء أو بحد أقصى 14 يوم بعد يعني الشك في التعرض للفيروس. وهو لقاح زي لقاح الكورونا، يعني لقاح بيتاخد على مرتين بينهم 4 أسابيع. طيب الكلام الكتير يا دكتور أشرف حوالين، والبعض كان قال إن ده تنافس شركات أدوية، إن من أصيب بكورونا معرض بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاثة للسرطان، واللي مش عارف تعرض جزء المخ لإيه، وأضرار شديدة جدا، وإنه يعني كل الـ الكلام اللي سمعناه ده كله. أنا كنت أتخيل إن خلاص إن العلماء خلاص حسموا المسألة دي كلها، إنما كل شوية والتانية بتطلع أبحاث أو تقول بتخلي نوع عند الناس نوع من أنواع القلق الشديد جدا جدا الذين أصيبوا وتعافوا من هذا المرض. إيه وجهة نظر حضرتك؟ أنا سعيد طبعا حضرتك بتثير النقطة دي، لأنه يعني رغم إن أنا يعني ما بشتغلش في مصر، لكن ضمن الحاجات اللي بلاحظها إن دايما بيبقى في مرتع للشائعات في هذه الملفات. ايوه لازم نفرق كويس ما بين الاعراض طويله المدى لفيروس كورونا والاعراض اللي لها علاقه بلقاح الكورونا. تمام؟ الابحاث الجاريه حاليا وعلى مدى الاربع سنين اللي فاتوا، ولا تصور هتظل لمده طويله، هي الابحاث المتعلقه بالاعراض يعني الجانبية للكورونا حتى بعد التعافي على المدى المتوسط والطويل، فيروس الكورونا. أي. وبالفعل في أبحاث عديدة على المرضى اللي تعافوا خلاص. أي. من مرض الكورونا، في يعني مثلا في إنجلترا في أبحاث قوية جدا طلعت من هيئة التأمين الصحي البريطاني الـ NHS اللي تراكت أو تابعت عدد عريض جدا من مرضى المتعافين للكورونا، خلاص خفوا، ولكن ثبت انه في بعض الاعراض الجانبيه والمناوئه لفيروس الكورونا مش اللقاح اللي ممكن تستمر
لشهور وسنوات، طبعا مدة الدراسة لا تزيد عن 4 سنوات.